السلام عليكم يا احلى متابعات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف 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 الصراحه. ايوا جيت نكمل لكم الاجزاء اللي بقاو. كما قلتوا لي البنات نزيد نطول شويه، واخا ما تبقاو غير على خاطركم غنزيد نطول لكم واحد شويه باش ما تملوهاش دغيا. ايوا فين بقينا؟ باقيين عاقلين. ايوا نكملوا على بركه الله. عاهد من بعد ما فاق مشى عند غيطه، باتها فما قال لها كنبغيك كنموت عليك، وبنتك راني عيطت عليهم يجيبوها لك، وراه قلعوا مع الفجر وبنتك راه لتحداب مع المربيات كتسناك وتعطلتي عليها. طلعت نقلب عليك يا حبيبه، هضر معاها وعينيه كيشوف فيها بحب، كيقراو شفايفها كيف كيتحركوا، رموا شعبيناتها كيف كيرمشوا وهي فرحانه كتسمع عينيها كيبريو بالفرحه. انقاتو وبسو من جبهتو كيما كانت كتبوس باها فاش كيتزعلح معاها. الامتنان والفرحه والحب والوصف اللي توصف به الشكر ديالها ليه كتجمعو في قبله على جبهتو، وهادشي كيخليه يتعلق بها اكثر ويحس بالعواطف والبراءه ديالها تجاهه، كيزيد يتشبت بها نهار على نهار. واخا حبو ليها قوي من البدايه، انما بحال هاد الحركات كيخليوه يشوفها غير هي وما يخسرش ليها الخاطر، وعارفه صغيره متهوره وردت فعلها دائما طبيعيه ماشي متصنعه، واي حاجه عندها في القلب كتطلع اللسان بلا ما تفكر. عارف هادشي وعارفها مزيان مزيان، وكيزيد يكتشف بزاف ديال الجوانب فيها بحال الحشمه الاحترام المكانه العاليه اللي كتحط فيها باها، وكل شيء من ترى بها بلا نفاق وعفويته قدام وكتخليه ساهي فيها كيفكر غير فيها. حافظ البنات في عائلهم وقاري كيدهم وكيوزنهم من الشوفه، وتجاربه مع هذا الجنس اللطيف خلت عنده خبره دغيا كيهزهم يحطهم يقراهم، وكيتعامل مع كل واحد كيفاش كيستحق. دائما كيميك كيدير راسو ما شاف ما فاهم ما عارف اش واقع، وماشي من النوع اللي عزت عليه نقير ويفضح ويدير اليوم الفاهم العايق الا اذا دعات للضروره. كيهضر بجديه وباختصار وبلا ما يدقق في التفاصيل. نزلت كطير هو مراها، مشات لقات باها هزها في يدو فرحان بها، وفرحان حيت كبروا بيه وجاو عنده معمرين عليه الدار، وزادت غيثا كبرات في عينو فاش نسات المشاكل ديالها معاه وسامحات بقلب ابيض وما حقداتش وعرفت بحق الكبده. كبروا بيه عطاوه قيمه قدام جيرانه، وبان باللي عنده عائلته ماشي بوحدو كيما كانوا الناس كيشوفوه. كبروا بيه قدام عائلته وخوته وعطاه وقت وجلسوا عنده بكل تواضع، ولات سيرته على كل لسان ورجعوا الناس كيديروا ليه اعتبار. وهادشي كامل كبر في خاطره وشاف بنته وشوف اخرى، والبنت هي اللي كتعز باها وكتدلو على حسب تربيتها واخلاقها. ما قصرش من جهده، واخا متقاعد ما عندوش فلوس كيحاول كيحاول صرا كيضيفهم، كيحاول ما امكن ما يخصصهم من شي حاجه، وهذا التعبير على الفرحه الكبيره اللي كيحس بها. وحط عهد في مكان ولده اللي ما ولدش، وكيعطي ديما صراحه غير الحاجه المزيانه، كيغطي ديما فاش كيكون ناعس فرحان بيه باخلاقه وتواضعه. ما محسوش انه ماشي من المستوى باش كيجلس عنده في الدار ديالو او يتكبر ويحتقر الناس اللي ما عندهمش، كيحتقر اللي كيستحقوا الاحتقار، وما عمره مد لعبد الملك الفلوس ليدو او يحسوا انه ما عندوش. دارها بطريقه خلات عهد كبر في عينيه، وعمل ليه الكونت سرا باش ما يتزيرش في المصروف، وخلاه هو يصرف ويجبد من الفلوس اللي حط ليه في البنكه بلا ما يقولها ليه. بقات هكا السريه، وباها عرف باللي عهد دوز ليه مبلغ كبير في الحساب ديالو، فرح وسكت وما جبدش الهضره باش ما يتجرحش. وكذلك عهد ما جبدش الهضره بصفه نهائيه، وجلس خلى عبد الملك مكلف بالصخره وكيتقدى بارتياح وبكبرياء وكيضيف نسيبه وهو مرتاح. ايوا هزق لعهم ومشاو يتساراو في الشاون. انا ما محتاجاش المربيات، غير قول لهم يرجعوا بحالهم احسن ما درتي، ربي بنتك بيديك، غتمشيو لطنجه تنحتاجوكم واجيو. ناضوا هبطوا عند الشيفور اللي جابهم يردوا من طنجه، وغيثا ناضتها زادها فرحانه بها، عطاتها لباها ودخلت للدوش دوشات وخرجت ناشطه لبست لبسه في الصوم وبلديه وعصريه في نفس الوقت، واسعه الارض وعندها اليدين واسعين ومصيرين من الكمام على شكل فراشه، وفيها فتحت في الجنب طالعين مع الفخاد لتحت، وعندها تفيفه القدم في الصدر. لبست معها سروال جير مزير مطوي طويه وحده صغيره، لبست سبادري اديداس بيضاء عصريه، هزات ساك مربع صغير في الصومو من ماركه ديور، ولقات
وضفرت شعيرها الجنب وخلات قصيصة نازلة وهبطت لتحت عندها تلقات وقال شدها في يدو في السيارة كانت كحلة من نوع بورش. وباها حداها جالس ورجال اللي جاو حداها من مراكش واقفين في الزنقة والناس خرجوا كيطلوا مجموعين بحال هدايا الهدية بدقيقية. ركبت اللور قدام عينين الناس كاملين وعطاها عهد بنتها شدتها في يدها كتركل فرحانة. شاف فيها من المرايا ضاحكة اجباته في اللون في الصوم وجهاز بيون وحاضيها من المرايا مبتسم كيشوف فيها وهي مرة كتشد في الضفيرة ديال السبولة وسبعانة وتبدا تلعب. مشاو شدو الطريق عبر الجي بي اس وخلاو لي كارد كور اللي جابو ليه البورش ما مشاوش معاهم. وصلوا للساحة ومشاو للشاون ستاسيون الطوموبيل حدا الطوموبيلات في باركينغ ونزلو وعاد رحيني في المنظر والجبال اللي دايرين بالمدينة والخضورية والطبيعة. وبقى بقى كيدور في عوينات وتبان ليه منظر زوين قدامه لوحة رائعة خلاتو ساهي فيها وفي العفوية ديالها واقفة لابسة الصومو بارد وطفيرة في الجنب وريحة كتضربها لوجهها. القصيصة على عويناتها من دون ميكاب حنا كحميمرين شفرها كتاف شفيفة وردية صغيرة منفوخين بحال باربي. الريح كيطير ليها الجلايل ديال الفتحة ديال اللبسة وتجين تحت منها جديد ومستورة وهزة بنتها في يدها بحال شي مونيكا ديالها وكتغير عليها ومعنقاها. مشاو جلسوا في احسن اوتيل في احسن بلاصة وحكيتها بحال ما عجباش الحال. مالك حبيبة ياك لاباش حسيت بيك العشية مشية هاديك؟ والو مالك حبيبة واش قلقاتك شي حاجة ما عجبتك شي حاجة؟ لا بالعكس كل شي مزيون. ومالكي ما فرحانهش؟ شنو كيضرك قولي لي شنو اللي مقلقك؟ واش حيت قلت لك غادي نجيب لك الطوموبيل وما جبتهاش؟ راه كاينه الحبيبه واش دا غنرجعوا تشوفيها والاخرى من دابا اسبوع تكون عندك. انا عطيتك وحده عاديه والفيراري ان شاء الله حتى من هنا اسبوع. لا ماشي على داكشي. وشنو حبيبه غندير العرس بلا ما تقلقي غتكوني اجمل عروسه شفتها عيني. صافي ويلا قولي لي شنو اللي ما عجبكش. انا بغيتك ديالي بوحدي ما تشبرش حتى شي وحده يا اخرى. اغيتا الله يهديك راني درت معاك وانت كتشوفي تبعتك حتى لهنا ورميت كلشي من ورايا من مورايا وكنشوفك غير انت. الا انت تبغيني مره نكون معك انا مره مع واحده اخرى. بقى كيشوف فيها بصدمه عاقت حجبان وهي كتشوف الارض وحزينه وكتهضر بصوت مرعود حامل بزاف ديال الاحزان. ما بغيت حتى شي حاجه من هادشي اللي باغي تعملوا لي. بغيت تكون ديالي ما تشوف حتى شي واحده اخرى. انا ما كنقدرش نتخيلك مع واحده اخرى والله. تشبر لي في يدي وتشبر لي في يدها تبوسني تبوسها تعنقني تعنق ما نقدرش ما نقدرش. هادي نموت ولا نحمق مستحيل نشوفك مع واحده اخرى وانا كنبغيك كنحمق عليك كنحس بقلبي كيتقطع والله. واش عارف شنو يعني كيتقطع؟ نصبر عليك في ميت في كفن وما نصبرش عليك وانت في الفراش مع واحدة اخرى. عهد ساكت كيسمع وكيبزن هدرتها وهي كتبكي بلا حس وتمسح عينيها اللي كيقطروا على حوايجها. ريتا ماشي بيدي كون جيتي بكري ما كنتش نربط راسي هاد الربطه سيختو دابا. حيت حامله واجيب لك العايل ماشي بحالي ياك جبت لك العايله كتخربقي والله ما كاين حتى فرق ما بين الولد والبنت. وزيدون اللي حتى الله عطاه والبنات راه احسن تربيه وغيدخلوا للجنه والبنت الدور تاتعيا وما تنساش والديها بحالك. واخا بعتي على باك رجعتي ليهم كبره بيك وتحسي بداكشي اللي ما يقدرش الولد يحس به فهمتي. انا بنتي كنموت عليها والله يسمح لي هاني مخليها حامله وجالس معاك بكل ارادتي. طلقها غيت الله يرضي عليك. هذا الموضوع ماشي هذا وقته حنا جينا نسولهم ماشي نولدوا ليه هم كبر منه. يلا نخرجوا غنباتوا في هذا الاوطيل حتى لغدلا ويلا عجبك الحال هنا نجلسوا شحال ما بغيتي وفين ما بغيتي نمشيو. انا مرتاح معاك كنحس براسي مرتاح بزاف كاع فهمتي. عكس حياتي اللي كنت منحصره بين الخدمه والفيلا والقصر الطياره ما كنخرج حتى بلاصه. عاد شفت الدنيا معاك عجبتني الحياه وانا معاك وفي مستواك. المستوى ديالي ممل عمرني بجيت على رجليا بين الناس او تسخرت راسي. كلشي ممل بحال محبوس كلشي كيحضر حتى اللي عندي بلا ما نمشي انا حتى خطوه. دابا العكس مستمتع بزاف وهاد المناظر اللي كانوا زوينين في عيني راه زوينين حيت انتي حدايا ومعايا وبنتنا بيناتنا مع والديها ماشي بحالي. انا كبرت مع المربيات كنعرف والديا غير بالشوفه حتى وليت كنطير ومحمق ومعاد ولاو تابعيني وحاضين معايا وما فاهمينش انا علاش كبرت مع الصب ومسعور بحال شي دوبيرمان. داكشي كنت كنديرو باش ما يبقى ورا ديال البال
يهضروا معايا يديروا لي الخاطر، اما كون كنت ساكت ما كانوش غيعرفوا مالي، واش عندهم شي ولد اصلا. ما تشوفيش فيا ديك الشوفه بحال اللي كيشوفوا فيا هما، صعيب وقبيح وكنفعل ومعصب. بالعكس انتي اكثر وحده كتعرفيني وعارفه عاد كي داير من الداخل، عمرو يشوف من غيرك ولا يبغي من قلبه، راه ما كينافقش. واش فهمتي؟ راكي انتي الوحيده اللي كنهضر معاها هكا وعارفه عليا شي حوايج اللي والديا ما عارفينهمش. انتي اللي كنعاود لك بلا كذوب وكنضعف قدامك، انتي اللي بكيت عليها حطيت سلاح قدامهم الساعات نركع عليها، انتي الوحيده اللي عارفه هذا الجانب، وانتي اللي كتحركي كي بغيتي كتحركيه. عمر شي واحد شافو ولا غيشوفو اولا غيستسلم اولا غنستسلم انا شي حد من غيرك. يعني انتي متميزه على كل شيء، انتي نقطه ضعفي وانتي الحياه بالنسبه ليا. عهد معاك راه واحد اخر عكس هذاك اللي كيعرفوه كل شيء، وانتي عارفه هادشي وشايفاه بعينك. غير تبقات ساكته كتسمع وهي تعنق بحال شي بنيه صغيره. بدات كتبكي وهو معنقه كي واسيه تسكتات، وخرجت شاده ليه في يدو، هزه راسها كانها ملكه، او فعلا وهي ملكه فوق راسو ومربعه فوق العرش اللي في قلبه، كيوصل حتى لعنده وكيسلم راسو. خارج وكيهضر بينها، كتهضر بينها وبين نفسها، وراسها مرفوع ويدها في يدو، عينها البريئه كيعبروا على التحدي وقوه وعزيمه والغضب. بينها وبين نفسها كتقول مازال ما تزادش هادي تشاركني فيك، وإلا تزادت غنمحيها قبل ما تطلع وتنافسني فيك. مستحيل بعد ما ولات يدي في يديك نطلق منها ونخليك لوحدة تانية. مرتك وحدة اللي كاينة هي أنا، وما كاينة حتى وحدة من غيري. ما نسمحش لحتى وحدة أخرى من يوم تشوف داكشي اللي كنشوف أنا وتعيش داكشي اللي كنعيش أنا. كان وحدك غتعاود تقرب لها ولا حتى تشوف فيها ولا تشوف غيرها، كان وحدك. إيوا دوزو داك النهار زوين، مشاو باتو في لوطيل ودوزو أحسن ليلة بحال ديما، وحلفات حتى تخليه ليها بوحدها. سمعت حس رشاشة في الدوش وهي تنوض لويا ليها ليزار، مشات ليه لتليفونه وساتو كتقلب فيه، لقاتو غادير مع ايطاليه كتر من 20 مرة هو داير ليه سيرونس. دخلت الميساجات لقات عرام ديال الميساجات كتعبر فيهم على شوقها حبها ليه كيجاوبها بعض المرات. دخلت كتغلي لي زابيل، لقاتو معيط ليها ويسول فيها وكتدم مدة المكالمة حتى نصف ساعة يوميا، كتعيط ليه كيجاوبها. رجعت الميساجات لقاتها مصيفطة ليه اخر ميساج بعد 10 دقائق. مازال فايقة من عسيشي يا شرشابيل. دخلت كتقرا الميساج، حبيبي توحشتك بلاصتك خليتيها خاوية حدايا، ما كنعش الليل انت بعيدة ليا وكنحسب الوقت اللي ترجع ليا فيه. توحشتك، شنو الحاجة اللي بينك وبين ربك حتى رزقك بزوجة سهر الليالي كتسناك وانت بعيدة ليا وتبغيك بحال الا كان بحال اللي انا كان بغيك. توحشتك. قال لك توحشاتو وبلاصتو خاوية، اجي نوريك شنو اللي بينه وبين الله. جاوبت على الميساج اللي قرات هي مغدا وكتكتب قبل ما يخرج عاد من الدوش، اللي بيني وبين الله ذنوب لا تعد ولا تحصى، وباغي يكفرها عليا بالصبر والاحتساب، ورزقني بك وحسبي الله ونعم الوكيل. صيفطات الميساج ومسحاتو، ومسحات الميساجات كامل اللي صيفطات لي غادير قبل ما يشوفهم. حطات تيلي بلاصتو ومشات نعسات سمعت صوت القران كيجود. هزت راسها لقات عادلة بجبادورة تقليدية زوينة الماضي مغلوق بسروالها كيصلي فيها، اخترتها لي غيتها واخا ما بغاهاش، لقى راسو محتاجها يبدل فيها. ايه مولاي السلطان والله لي شفت فيك شي وحده ولا قربت جهتك يا حبيبي، انا بوحدي. رجعت دايره راسها نعسه تحت سبي، حط ليها ذهب حداها ونعس عنقهم بجوج، حيد الفوقاني بقى في السروال جبادور كيداح بوجهها ويدوز صبعو على شفيفات العز. اصبحنا واصبح الملك لله. فقت كتكسل وبنتها كتكور حداها، شافت حداها ما لقاتش عهد. ناضت دخلت دوشات وخرجت لها جلابه عصريه في الاحمر باليدين، عندها سفيفه رقيقه في الاحمر بلغه جديده حمراء، وجمعت شعرها الفوق بعد ما نشفاتو، بدلت الذهب ودوشات ليها ولبساتها هي، خلات خلاله صغيره في الاخضر بلا كمام، جمعت القدام شعرها بمقبض اخضر ملكي في الجنب، وهزتها في يدها ورشات ليها ريحه خفيفه ديال الدراري الصغار. هزتها في يدها وفرحانين خرجوه بدو لتحت، ما لقاتش عهد. رجعوا طلعوا الفوق للسطح لقاوه جالس وعبد الملك يفتر في الهواء الطلق، شاد الكاس في يدو ديال اتاي كياكل بتقاله على في الجبادوره. بلغتها اللي اخترت لي غيتا تقليديه مودرن في نفس الوقت، وساهي قدامه تشاف غيتا طالعه هزا ذهب وابتسم ومد يدو باش تعطيها ليه. شدها جلس على ركابيه كيهزهز ليها فوق رجلو، هي كتضحك وتعلق فيه وتشعبط وتعض ليه في عنقو، غيتا مبتسمه بفرح. عاد وخا كيشوف فيها ماشي بحال شوفات اللي كان كيشوف فيها من قبل،
شوفاتو مقلقين، ابتسامتو كتلقى بزاز وهي ما دات ما جابت. سالو الفطور وهي تنزل الشومبر تجيب تليفونها وعاهدها بالطبعه وسد الباب وقف جيب التليفون ديالو كيقلب فيه وكيدير برود. شي واحد هز ليا تليفون ودخل قلب تصاور الميساجات ومسح مكالمات وميساجات تغمى. كيفاش شكون مسحهم ليك؟ شكون هزو؟ ما عرفتش، حتى واحد ما دخل البارح البيت من غيري انا وياك. شكون يكون دار هادي في نادارك؟ غيسه طلعت معها الصهده ودني احمر وجهها تخطف وركبيها في شلو ليها، ومع ذلك بقات صامده ما بغاش تبين وخا باين عليها التوتر. يكتينا من سيتي ومسحتيهم دا كنطنش، زعما ما عرفتي شكون يكون دارها، حيت انا ما كنعرفش نكتب ميساج بالعربيه ونصيفطو. بيني وبين الله دونو بلا تحد ولا تحصى، وبغى يكفر عليا بالصبر والاحتساب داكشي علاش رزقني بيك. وحاسبين الله ونعم الوكيل، هادشي ماشي انا اللي كتبته، ولا نكون سكران وما عرفتش نكتب هادشي هذا. ولما نمشى هاد الميساج ما يمكنش شي واحد يصيفط ميساج من تليفونك؟ ما فهمتيش شنو هادشي؟ انتي ما فهمتيش. دونك تقدر تعب هي اللي تكون هزات لي البارح صيفطاتو بالغلط، ولا انا فقط بلا ما نشعرو كتبته. هادشي ممكن بما ان لا انا لا انتي صيفطناه غيكون هاد البيت مسكون اولا. انا ما فهمتيش شنو هادشي. نعم انا قربت تليفونك قلبتو ولا قصتو لك؟ دونك ماشي انتي؟ لا والله ما انا. انا ما شكيتش فيك، مي ملي حلفتي اتاكدت. شاف فيها شوفه صار ما بقى ساكت، كيحرك راسو بوحدو تنهد وخرج وخلاها بوحدها. جلست على الفوتي كترحت بالخلعه وكتنفس، ومجرد شوفات واسئله خلاو قلبها يوقفوا بالخلعه. يا ربي تسمح لي، يا ربي حلفت على الكذوب، يا ربي تسمح لي، يا ربي منين اعاود. ناضت كترحت غسلت وجهها ومسحات وعاد ارتاحت شويه. خرجت طلعت عندهم لقات غير باها وذهب، وقلبات بعيني على عهد يتلمحو واقف بعيد يدو جيبو كيهضر في تليفون واعطيها بالدار وصوت ما كيتسمعش. بقات كتشوف فيه الخوف والهلع في عينيها، تقطع ورجع جلس حداهم. حتى تليفون شاف فيها وحرك راسو بشويه الفوق ولتحت وشدها بوقفه قدام مع الطبله كيعلمها توقف وهي كطبل بيدها. تقاس ليه التليفون لحتى على الطبله وهي تقشع وغيتها دار ليه الكود. قلبات وجهها كتشتت النهار متوتره. نمشيو؟ خلينا هنا باقي ما تسارينا، انا مشغوله نرجع لمراكش، بقى الا بغيتي. غيسا شفت فيك يدور برود وعينيه في ذهب كيلعب معاها وتصدمات ما نضت في إلو. يا قلتي غتبقى معايا؟ وي ما خرجت لي شي حاجه من الشر بغا نرجع. طولت هنا جوج سيمانات وانا معاكم. ايوا الشغل ديالك ابني هو الاول. المهم انا غنخليكم ونرجع اليوم، الشيفور غيجي يهبطكم وقسم ما بغيتو. لا لا حتى حنا نرجعو ماشي مشكل. غيسا بقات كتشوف فيه في الطريقه الجديه اللي كيهضر بها، وهي تنوض تبعاتو وجمعت حوايجها هبطات لقاتو في الاستقبال وقف شاد التليفون في يدو كيكتب. وقفات حداه كتشوف فيه وعينيه في التليفون كيكتب وما عطاهاش وقت، خلاها هكاك ودار التيلي في جيبو وزاد بلا ما يشوف فيها وتحجر الدمع في عينيها وهي تبع حاضر الراس ما فهمتش راسها من رجليها وما وضحش معاها الهضره. خلاها كتغلي بوحدها وكيتصرف بورود. كيشوف فيها شوفات صارمين. طلعت في الطوموبيل اللور كتشوف فيه في المراية على الله يهزئين ويشوف فيها كيما ديما ميتشوكات ما شافش فيها كاع حتى نصف شوفه. طاح طيب عليها كل مرة تزعينها في المراية كتلقاه كيشوف قدامه. شبهته مكمشة بين حجبان وباينة في تعابير وجه مقلق. بقات ساكتة ما عرفت ما دير ولا شنو تقدم ولا تقول. اول ما توخر توصلوا للدار هز حويجاتو هبطهم لتحت وخرج الفيراري وحط البرش، عطى سوارة لعبد الملك ياخدها. عاد كيتحرك ويطلع ويهبط وغيتا غدا جاية موراه. باغا تهضر معاه ما قدراتش، كتشوفها غتبكي ومزيرة مقجوجة كتسنى يقول ليها شي حاجة ولكن والو. عبد الملك قالو طريق سلامة، ديما الطوموبيل وسط الشوقة كلشي كيشوفو فيه. وخباو ليه الطريق، خلاو ليه الطريق، والدراري دلحو محالي فمهم. زاد خلا ليهم العشر اللور، خلا عبد الملك كيجري على الناس يبعدو ليه على طوموبيلتو اللي عطا عهد وما يتكاوش عليها وكينعل ويسب. اما غيتا شادة بنتها مكمشة فيها بحال المخدة وكترعد كتشوف في اهتايك معصب وما كيشوف جهتها. عهد شكاين؟ سكتات وتكمشات وما عاودتش هضرات. بقات كتشوف فيه بنص عين بغاتو يهضر معاها. زيرتها الاولى ما قدرتش تقولها وبقات صابره وكتمشي تجي في بلاصه حتى شافته داخل البومبا وقف. نزل سيري الطواليت، خدا ذهب من عندها ونزل معاها دار الطواليت تسالات وخرج ودنيا حمرين مخنوقه من التعامل ديالو معاها. رجع للطوموبيل مشى جاب ليها الماء بلاستيكه عامره حلوه عطاها ليها بنفخه وسد الباب ورجع كمل طريقه وهي
تنقب من الشكلات والحلويات الطريق كاملة وهم ساكتين توصل للقصر. كانت غيتا نحساس وذهب نعس عليها وكيشخروا تلقاو راسهم في باب القصر وصوتعات كيحيح. حلت عينيها لقاتو كيهضر في التيلي ومعصب وكيسب وقطع بالزربه وشاف فيها. نزلي دغيا وسنا نزلات وخلاتها نزلت راسها وهز بنتها في يدها وغادية موراه. كدور في عينيها وتشوف في القصر وما حاملاش ترجع ليه. دخلات ولقات غادية جالسة مرتاحة فوق الحوت وهي المستعيدة كيتجمعو يشربو الشاي ديالهم. شافتها غادير وهي توقف قلبها كيضرب وعينيه فيهم شوف ليها. طالقة شعرها ولبسة عباية بيضاء بيتها شافتها وهي تشد في يدها بالزربة لصقات عليه ودارت ابتسامة على وجهها ما بيناتش انها مقلقة. عاد شاف فيها بنص عين وخلاها شادة في تاجت غادير ضحكة وحبسة الغيرة والفقصة في قلبها وما بيناتش ليه. بينات ليه وجه مبشور. قربت لي عنقات وفرحانة قدام غيتا وهي كتشوف بصدمة تطلقات ليه من يده وكتسرح دبعها تبكي. حس بيها طلقات منه ومشات وهو متبع ليها العين تطلعات وحيد الغادر يديها لعنقه. صافي الحمد لله ما تعرفيش تعنقيني بهالطريقة اوكي ولكن انا توحشكوه. عارف ما محتاج تبيني بهالطريقة اوكي. المهم انا اجي نوريك تصاور البيبي اللي عطتني الطبيبة هو في كرشي. من بعد جيت عيان بغي نرتاح ولكن انا من بعد مش اطلع وخليها كتفرنس بوحدها حيت قدرت تخلي غيتها تنسحب وهي باغا تطردق. عبرتي عليها كون شفتي وجهها فاش شافتك عند اختيه. مازال غادي نخليها تموت ونوريها تجاوبني الى الميساج باش عرفتيها هي اللي جاوبتك. عاد عمرو كتب لي ميساج بالعربيه واخا شي مرات كنكتبو ليه ما عمرو جاوبني بالعربيه ما كيعرفش يكتب بيها. ويلي مكلخة هاد البرهوشة. قالت لك اختي زعما هاد المغربيات كاملين مكلخات. خليها هاد الفعايل انا كنقريهم ليها. بقات لي غير امها ما باش تخرجينا من هاد القصر كل شويه تجي تحشي لي الهضره الشرف الاخر وتمشي. شتا صبات شعرها بالكحل صبغو حتى بالخضر. ما عرفتش علاش مدام مروه مازال ما جاتش عليا من هنا تخرج علينا. راه راجلها سمعتو وقال ليها بعدي من صحتها ماشي من حقك تجري على شي واحد. اوف ما عرفتش علاش كيتدخل. كون خلينا نقوموا بشغلنا راسنا احسن ما يتدخل. داكشي علاش اتفقنا غنطبقوه بما ان امو كتجي منا هذا هو المهم. شوفي كيفاش نخليه يدوز الليله معاك هاد الليله وهي ضروري. والا ما بغاش شي انا اللي غنمشي عنده ما نخليش فرصه البرهوشه تاخر زمن تغلب عليا. ها كون شفتي فاش قريت الميساج وصيفط ليه ميساج قلت ليه ما فهمتش جاوبني وقال لي علاش كتهضري. قلت ليه يمكن غلطتي وصيفطتيه ليا وصافي. قطع عليا في البلاصه ورجع عيط من بعد نصف ساعه قال لي يمكن انت اللي صيفطتيه غلط. قلت ليه يمكن حيت حسيت به كيدافع عليها. قلبت الموضوع باش ما نبينش لي انني خايبه وما مزياناش. مزيان خليك بعيده على التخربيق. انت اميره والاميره ما كديرش راسها في هادشي وتنقص من قيمتها. ديما خلي قيمتك عاليه قدام راجلك. توحشتو بغيت فوقاش نكون انا وياه بوحدنا. مرة سخفي لي راكي حاملة وضروري تبع واحد باش يدير بحسابك. دخل عاهد على مول البيزا مخلوع القاها كيما توقع. طريحة الفراش وجهها اصفر بدون تجاعيد وشعرها مطلوق في كامل اناقتها ورقصها. عينها كيتلصقو يدها رقي يقين فين ما تحركها كتبدا ترعد. نضال قاس عند راسها وعيني فيهم الخوف من فقدانها. جلس حداها عاهد مخلوع لدرجة بردو يديه بالخلعة. شد لا في يدها تحن عليهم باسهم وغمض عيني وهي تزيد كترعد. حطت على راسو دوزات على وجهو كتشوف فيه بعينين دابلين الدموع محجرين فيهم وفمها كيتراعد باغا تبكي. صمت حتى واحد ما هدر او تجرأ يهدر. النضارات هما اللي كيعبرو. هبط راسو شاد لها يدها جمعها حدا فمو ونفوسها دعينيه ويدها اليمنية كتحرك بارتجاه فوق شعره. نطقات بزاز وفمها كيتراعد بصوت خافت ومبحوح. كدوز لسانها على شفايفها وكتشوف فيه تدمو عينيها. توحشتك هز راسو فيها بكل اسى وحزن. مالي عينيه وبس ليها راسها وبدا كيدوز يدي على خصولات شعرها الاماميه بيدو اليسرى هي شاده ليه في يدو اليمنى ومرك عليه. حتى انا توحشتك. نضال كيشوف معصب وكاعي وحزين وجميع الاحاسيس تخلطوا عليه كيشوف ساهي فيهم وهما كيتبادلوا نظرات الشوق والحنين مع بعضياتهم. ام متعلقه لولدها لدرجه الجنون وابن متعلق بمو لاقصى الحدود. هادشي خلاهم يشوفوا في عينيهم بعضهم بلا ما يحتاج ينطق به اللسان او تسمعوا الاذن. دقائق طويله وما كيتاملوا بعد حتى كسر الصوت الخافت الشفايفه المردحوده. دابا ملي رجعتي ليا
سي سيغ غادي نولي مزيانة. شافها لعيونها حزينة وكأنه ندم على معاملته ليها وعنقها، كأنه كيطلب منها تسمح ليه. جسمه العريض غطى على جسمها الناحف اللي نقص في الوزن من يوم قطع معها الحديث. رجع كيتجاهلها، سكت حتى هي ورجع هضر بجدية وكيشتب النظر. شنو وقع ليها؟ عاد كتسول ولا جاي دابا؟ ما سولتيه لا بميساج لا تليفون، بحال نسيتي باللي كاينه واحد المرأة ولداتك وحملت بك 9 شهور ورضعتك من صدرها وكنتي ليها الوانيس وبديتي كتقرب ليها حتى خليتيها تتعلق بك لدرجة مرضات بسبب التجاهل ديالك، واخا هي تصبر ما تبينش. في الاخير قطعتي معايا الحبل وخليتيها كتسول عليك بالنهار وبالليل. الا كانت كتغلط راه كتغلط حيت كتبغيك وخايفة تخسرك وينقص اهتمامك بيها، وكدير المستحيل على قبلك على قبل ولدها. راه القطاله كنشوفو اللي كنشوفو ظريف واجمل كائن براءتها كتخليك تبغيها، ونهار يقرب ليها شي واحد لولدها راه كتقمش وتخرج نيابها. هذا حيوان وشوف شنو كيدير على ولادو، ما بالك الانسان. وانت اللي كنتي صغير وكتفيق كتبكي عليها وكتسكت حتى نجيبوك عندها، واخا تكون نعسه كتطلع تنعس عليها وتطبطب عليك. كنتي كتغير عليها وانت صغير مني ومن ولادها وديما لاصقها. كبرتي وترميتي في احضانها كتشكي ليها هموم قديمه، كتبقى سهرها الليل كامل كتخليني انا بوحدي في البيت كنحنش كنتلوى ونتسنى فيها، وسي عهد شادها بالهضره وتكركر معاها الليل كامل. ياك كانت هي صندوق اسرارك عمرها ما خرجت شي حاجه عفتي عليها، وديما كتجي من جهتك. خليتيها تسول فاتك وتعلقات بك وقطعتي عليها كلشي، ودابا كتسول شنو وقع ليها. ايوا يا الكينغ راه كانت غتموت، طاح ليها السكر بسببك ومخات ليها كتاكل ولا كتشرب تتخشاو ليها العينين، طاح السكر بالفقصه. صمت حنا راسو على يديه وكيسمع. لا ماشي هو السبب، انا اللي همت راسي. لا عساك ماشي انت السبب، ومازال كتدافعي عليه. نور هو داخل، الوليده كيبقيتي شويه لاباس. عاد مهش الراس من على يديها وهي كتشوف فيه، وبدات كتبتسم عينيها دابلين وكتحس بيديها كيتباسو هو هابط عليه ومزاد عينيه. واحد دخلت وهزا ولدها. احنا رجعنا نشوفو مامي كيبقات ياك مامي، كتقلد صوت دراري الصغار. دخلت موراها ميساء حتى هي هزا ولدها عطات النور وجلست في جنب الناموسية كتشوف في المشهد ديال عاد وهو ما معبرتش شي واحد، ومهش راسو بالمرة وشاد المويدها ضامها لفمو كيقبل قبولات خفاف متتابعين. دخلت لغيتا لبيتها كتبكي وطاحت في الارض مفقوسة كتذكر اللحظة اللي عنقات فيها غادي عاد قدام عينيها، طاحو دموعها وبنتها شافتها كتبكي وبدات كتبكي حتى هي وسنينها تباينين وكتشق وتعنق في غيتا. جلسوا كيتباكاو بجوج ومعانقين كل وحده على ياش كتبكي. غيتا من حلقه الغيره والندم وذهب كتبكي حيت ما كتبكي تبردوا ونحسد ذهب ونادت وقفات مسحه دموعها وفي عينيها نظره تحدي. حلفت لا خليته يشوف فيك ولا يشوف من غير وحده ولا يشوف شي وحده اخرى. دخلت دوشات سرحات وخدت النفس وسط الباني وكتدوز على يديها وساهية بكل براءة كتخمم وتبلاني مع راسها. ايوا ناضت ولبسات لبسات جابادور بسروال في الاخضر مالكي جات انيقة، ولبسات بلغة في الخضر مالكي ساهية وتشفت شعرها وطلقاته على طول وحرير مسبسب وقصيصة نازلة عينيها خفيفة مغطية ليها الفاصمة الرقيقة اللي دايرة في جبهتها. رشات بارفان ديالها المعتاد وخرجت بلا ماكياج كدور في القصر وتشوف الاحوال كي دايرين، كتمشي بكل ثقه في النفس. نزات كتسرح عينيها بانوا ليها غير الخدم كيدور وحتى واحد من مالين الدار ما كيدور. بقات غاديه حتى خرجت برا الجرده وقفات كتسنشق الهواء وهز راسها الفوق. فجاه سمعت صوت نسا كيهضروا بصوت خافت وهي تقلب وتشقلب في عينيها باستغراب. تبعات مصدر الصوت تبغات الدور يتفراني بالخف وتخبات مور الحيط بدات كتطلب نص عين. شافت غادير جالسه فوق الارجوحه ديال الورد والمساعده ديالها جالسه على الفوتو كيتجمعوا شويه بلوطهم. طلقات غيتا ودنيها باش تفهمش كيقولوا هي تسمع. هادشي باش كيشدوا المغربيه الرجال ويلصقوا فيهم غير السحور اللي كيخدموا، وديك البريهيشة ما تحقريهاش راه باينه امها اللي مقيداه. لا خفتي عقبيه ولي حصني، راه نهاري ما طلعش عليه الشمس الا حصني. وباش غيحصلك مالكي خوافة؟ راه ما عنده ما يحصلك، غنجربو نشوفو. هي قلتي هو ما كيحطش لك ما كيحطش هذاك الشيء في بالو وما كيفهمش فيه. ايوا صافي ما غيتي ما يجيب، خودي داك الشيء فاش تنعسي انت وياه، نوضي دخلي للدوش بالزربه جمعي الماء ديالو في شي شرويطه ولا كلينيكس وخبيها عندك حتى تعطيها ليا وانا نتكلف بها. انا يمكن ليا نخرج وندخل القصر كي بغيت، ما محتاجه لا لي كارد كور لا والو. غنديها لديك الشوافه اللي سمعت عليها هي تخدم لك في ديك الشرويطه وتشوفي الا ما رجعت كيتشربط عليك انا ماشي ناهل.
ولكن يقدر تكون ديك الشرويطه فيها حتى الماء ديالي ماشي غير ديالو، ونقدر نمسح بها ويتخلط داكشي وماشي مشكل. المهم جيب الشرويطه فيها نقيده من داكشي ديالو، فهمتي؟ راه داكشي تقبط لها. ايوا خصني نجرو هاد الليله الفراش، اما من ناحيه النعاس كتجيني صعيبه نفرض راسي عليه. وفرضي عليه راسك تتشدي داكشي اللي واقفين عليه، وديك الساعه غيولي هو تابعك وينتقد. هينتا هذيك الزمر ديال غيثه وتولي تلعبي بيه كي بغيتي، ما تحتاجيش تفرضي عليه راسك. اوف زعما تصدق ما يرجعش داكشي عليا بالمقلوب، غتصدق غيرك انت، انا متاكده وغنبقى نعاودوها وما نخليهوش يهز الراس. غنبدا نخدموا ليه كل شهر، حيت فاش كان بداو هادي كيتبدل وغيولي راسو يضرو وما يرتاح غير معاك وقدامك، وبلا ما يشعر غيبقى تابعك. اللي قلتي ليه ديرها غيديرها، هذيك الساعه خليه يطلق البرهوشه ورجع ليك. ايوا ديك الساعه رجعيه لبلادك ودي معاك الشوافه تما، وبداي مقابله غير هو وما غيعاودش يسول في شي واحد اخر. شحال من واحد تسطى في السحور، شحال من وحده جوجات في السحور، هادشي راه مولفين به السحاره. ترقت رجال الله يحرقهم كاملين وإيمين. اي راجل شاف شي وحده مغربيه والله يسلخ جلدهم على عظمهم، يعطيهم العقر كاملين ويقعدوا نتهناو منهم. امين. كتصنط مول الحيط، الله يضرب دعاويك في المرايه وانتينا كتشوف فيها ويخرجوا فيك ديك الدعاويه النعجه، يا تريكه البعير والحليب والحمير، يا الحوله يا الكلبه يا القرده المزغبه. ان شاء الله نشوف وجهك هو كينفر منك وما باغيش يقرب ليك، يخليك تقلف سمك انتينا وديك البومه اللي معاك السحارات. قال لك باغا تسحر، واخا انا نوري يمك السحارات المغربيه كيف عاملين. يحسبت لها بالسحر غتقضي شي حاجه بلاتي عليك بحلو في حتى نخليك تبكي الدم على هاد الاتهام اللي نتهمينا. وقالك سحارات. دخلت غيثا للقصر كتخلف وكتصوت كالرابوز، تطلقت كرام جاي هازمو دكيرتو دازت فيه كترن عقلها مرفوعة، طلعت خلاتو وقف تبالي العين. الله يسر مال هادي. مشى كمل طريقو غيثا، دخلت البيتة وسدات الباب ومشات مور الباب كتفكر على شي طريقة، وندرها مشتت ومتوتر. ضروري خصني نشوف شي طريقة نحطها بوجهها ونخليه يهرب منها. إذا عارفاني عارفه كيبغيني، واخا هيداك باغا نزول تقولوا لي شني غنعمل دابا، شني غنعمل بين ما نكفس على راسي نزبلها ويغضب عليا عاوتاني. فين هو بعدا؟ شني واقع؟ حتى واحد ما كيدور في القصر. بقات غادة جايه في بيتها كتفكر وتبلاني وتعصر في دماغها، وكتصوت وتحك راسها باغا تخرج الحل بزاز باي طريقه. هي تخمم كل شويه تشوف ذهب اسى والخوف في عينيها. باغين ياخذوا لك باباك ويخليوك بلا باباك ويخليو لي انا كالحمر كيزعطط فوق التراب. شني غادي نعمل دابا؟ شنو ندير باش ما ياخذوش باباك ويخليونا سابعين وحياتنا كامله؟ قربت لعندها بس وغمضت عينيها واستنشقات ريحتها بكل حب، تخرج عينيها في البلاصه وزات راسها كتشوف بنتها وناسها. بدات كتشوف فيها، لقيتها. قال لك حتى قالت لك حنا سحارات وغادي نوريهم السحور ديالنا كيف داير. ايه سحارات والسحور ديالنا في عقلنا ياك الكبيده، انتي لنا اللي عطيتيني الحل دابا، واذا صدق نقدر نثق في تفكيري. بس ذهب وخلت نعسه ونهد الطاوله ديال المرايه ديالها وجمعت كاع الروايح اللي محطوطين فوقها واللي ما كتستعملهمش ديما، وخلت وحده اللي كترش منها ديما هي اللي خلاتها محطوطه فوق الطبله وخبات الاخرين. ضربت منها جوج رشات ورجعت خرجات هذا تليفونها في يدها كتفكر كدير بلا ما تعيق او تفرش. تما تغادي وهي تشوف نصين في غادر ونهيل طالعين كيهضروا، جبد التليفون حطاتو في ودنها بالخف ودات راسها كتهضر بصوت خافت وكتامل تخبى. نهيل قشعتها كدير شي حركات في شكل وكتهضر بصوت خافت وهي تنغزنا غادر. شافت فيها وغمزات وقربوا بشويه كسرقوا السمع، غير تحسس بهم كيتصنتوا عليها وزادت في التمثيل باش تاكد وتثبتهم انها خايفه يسمع شي واحد، وكتهضر بصوت خافت. الو اه صافي انا صيفط لك القرعه، راه هذه هي اللي عندي قربت تخوى، راه غير كندير منها كيشمها كيشم ريحتها كيولي حال فمو تبعني، وما بقيتش كنرش شي ريحه من غير ديك الريحه. خفت تخوى ليا ويقلب عليا وجهه ويمشي عند الدره ويخليني. ناهل وغادي خرجوا عينيهم وشافوا بعضياتهم وجههم فضول يعرفوش من السر وطلقوا ودنيهم. المهم انا صيفط لك شي قرعه اخرى ديال الريحه تكون زوينه وقري ليا عليها داكشي. اه عاودي سحلي ليا فيها باش فين ما نرشيت تبعني وبغينا معايا، راه ما بقالي فيها بزاف ورجعت كنرش غير هي بوحدها باش ديما يبقى تابعني. يا قلتي لي اي واحد رش منها غيتبعو ياك؟ ايوا حيت قريتي عليها هذاك الشيء سميتو اللي درتي فيها كيتعلق بيه. اه انا راني ديما كنخليها في البيت ما كنخرجش حتى باش ما تلف ليش ويجبرها شي واحد. رجال
ما غاديش يرشو منها حيت ريحه دنزه بالحق. انا اذا رشت منها شي مره وشم فيها هو يكرهني ويقلب وجهو عليا ويتبعها هي. صافي وصافي فهمت هاد النصائح. غادير بدات كتسرحت وشافت نهيل وحركات لي راسها بين نسيري وشافت فيها باصرار. جاوبت نهيل بالايجاب ومشات كتزرب وبقات نهيل كتصنت الغيطه وبعدا تخلات حتى سالات الهضره ودارت راسها يلا شافتها. انتي هنا غيثة بدات كتمثل راسها مرتبكة وخايفة انها تكون سمعاتها. مالك انتيا ومنين طلعتي ليا عاوتاني؟ تفو حيدي ما عنديش الوقت اللي نضيع معك. غيثة بغات دوز ويتوقفها غادير ابتسامة مستهزئة. علاش اللي بحالك يكونوا مساليين؟ ما عرفت اش عجبو فيك برهوشة كتصدم في حويجها. عقلها عقل الشيطان. وانتينا شكون؟ اميرة على من عليا ولا على راجلي؟ ولا على الناس اللي فهاد القصر؟ انا ما بان ليا حتى واحد معتبرك هنا يا اميره. غادير كتخفي الغضب. اميره بغيتي ولا كارتي؟ وهذاك اللي انت تابعاه راجلي وانا مرته وطلقك ونساك ودابا راه رجعك على قبل بنته. والله الا ضحكتيني. شفتي انا عطيتو ليك بيدي ماشي انت نسيتي فيا ولا هو مشى وخلاني؟ لا انا بيدي عطيتو ليك ودابا رجعتو. انا ما غنديرش عقلي في برهوشه جايه من الزنقه بحالها بحال عائلتها. باينه فيك وحده مسكينه وعن قريب غيرجع ليا راجلي ويرميك للزنقه. كتعترفي دابا باللي خلاك وباغا ترجعيه؟ واش غادي نقول لك حبيبه؟ ما تبقاش تقول عليه راجلك حتى ترجعيه واخا. ونزيدك والله حتى تبداي تسمعي سميتي وجهك سخفه. كان واحدك غتسميها ردي بالك ولا يطيح لك هادشي اللي في كرشك وتولي انت برا ماشي انا. باي. مشات وخلاتها واقفه كتغدد ومتبع عليها لان شاده في كرشها بخوف وغضب. توقفت عليها نهيل. شنو درتي؟ سربي قولي. عندك الحق ما عندها حتى الريحه من غير هذه كيما قالت. كترش غير هاد الريحه وانا سرقتها بلا ما يشوفني حتى واحد. بنت الحرام سحاره برهوشه. واري داك القرعه نوريها والديها السحور كي داير. عندك الحق يا اختي هاد المغربيه تسحرات وكلشي كيديروه بالسحور. يلا نمشيو اليوم غندبر شي طريقه كيما كانت باش يبات معايا ونجيب داكشي اللي قلتي ليا. واخا نعرف نخشي يدي حتى الوالده ونجبدو. رجعت غيتها لبيتها ولقات الريحه طارت وجلست كتفرنس بوحدها ما خرجاتش من البيت. وكل مره كتطل تشوف الاحوال كي دايره. عاد خرج من عند امو وطلع لبيت نيشان سد عليه حوايجو ودخل دوش وخرج لابس بوكسور وتكا فوق ناموسية حاط يدو من راسو ساهي كيفكر. غمض عينيه عقلو خدام كيدور هنا لهيه. اما غادير مشات لبيتها ودخلت للدوش ترخات فيه ودخلت موراها المساعدة كتغسل ليها وتدللها وكيضحكو فرحانين كتوجد راسها الليلة اللي تدوز معاه. غيتها جلست شادة في يدها ثلاثة سيلويات واحد زرق واحد حمر واحد خضر كتشوف فيهم مساهية وهي يدها على فكها. دابا هاد شرشابيل غنضربها بثلاثة ضربات في وحدة. هاد الزرق هاو ماشي مزيان باقي شويه ونحطو نتبع الخضر. الا مشى مزيان غنحطو غيبقى الحمر. هاد الحمر انا متاكده غينجح ولا غيشطب على شرشابيل في دقه واحده. المهم الزرق والخضر خصهم ينجحوا باش الحمر يكمل الضربه. شافت في الساعه ما بقى والو لشرشابيل توجد السهره لشهريار. انا نوريك المغربيات وسحورهم كيف عامل. برعت دركت المغفلين ولينا نحيرهم على الحواله والبئير. قالك اميره وشنو نكون انا اذا كانت هي اميره ملكه مثلا؟ اوف عندك غير داك الدعشوش ديال اهدي دوخ يقرب ليها غيضرب ليا كلشي في الزيرو ويخليني شاده في الريح. لا لا وعدي ما يقربش ليا انا حاسه عايز صدمه شي صدمه وجي نكمل عليها انا. سالت غادير الدوش وجدت البيت وخرجت المساعده ديالها تشوف ليها فين هو وزاد ضربت العشرة د الليل ودخلت عندها. اوف سخفت راه في بيته كلشي هبط يتعشى الا هو وديك السحاره ياك ما راها معاه. لا لا شفت الخدامه مدخله لي العشاء عندها البيت. المهم قبل ما تسبق هي نوضي سيري عنده. يلا لبسي شي عبايه فوق هاد الشوم اللي جات كفنا وجمعك الحمر. اوف اري لي ديك الريحه ديال ديك السحاره اليوم نخليك يشمشم وتابعني. بيد ما ناخذ داكشي منه ونخلي البرهوشه ترش في الروايح حتى زايه. وياه هانتي خليه يشم ويقول ما شميت وما تجي البرهوشه فين تجيب قرعه اخرى تتكوني انت جبتي الخرقه وخدمناها وشديناه بها وسدينا ليه نيفو يرجع يشم غير الريحه واخا تعيط رش. وصافي سربي بركه خويتي يا ويلي
ريحتها طحنت البيت. صافي شوفيني كي جيت، ما شاء الله عليك ورطمت في التحة. هاكي غطي راسك تدخلي عنده. غطات وخرجت من الشومبر فرحانه، وفي ديك الاثناء كانت غيتها طالقه في دنياها مول الباب كتصنت، حيت المعمار ديالها كيدير اتجاه الدروج اللي كيطلعوا البيت عاد. سمعاتهم حطت السلوات وحلت الباب، خرجت راسها كدور في عينيها، شافتهم مشاو كيضحكوا وخرجت موراهم كتسلت الظل مول الحيوط. تا شافتها دقات الباب وبقات واقفه كتسنى يحل. رجعت نايل وغيتها تخبات، تمشات ورجعت كطلب ليها الباب تحل، ودخلت كتبتسم. طلعت معها الصهده بغات تفرقع. واخا يا دعشه شكونتي كتسناها غير بلاتي نبتك جايه؟ بقات واقفه وحاميه فيها البيضه كتسنى تشوف داكشي اللي كتسناه. اما عاد فاش حل الباب لقى غادير واقفه دار ليها الطريق، دخلات ومستغرب كيحك في نيفو كيتاكد ان غادير اللي دخلت عنده. بقى واقف مربع يديه كيشوف فيها باستغراب وهي تلوح العبايه. هبطات طاحت في الارض وبقات قدامه بسومه جدون وهي كتبتسم، مفاتين جسمها كيبانو. شافها شوفها كيطلعو يهبط بحال كيسولي على هادشي اللي غادير. بيبي توحشتك غادي، حطات تيقتها في الريحه اللي رشات انها غتسحرو، ودورات يدها على عنقو وتعلقات فيه كتغريه. الريحه تلفات وغمض عينيه بدلها نفس القبله اللي حطات على شفايفه ومشى معاها في الريتم. باسها بوسه عمرها شافتها منه في حياته، قبلها بشغف وعينيه مغمضين. غيتا علاش كذبتي ليا؟ غادير سمعات سميت غيتا وهي تبعد وجهها بصدمه، شافت فيه مصدومه تبعدت كترعد. حل عينيه فيها لقى غادير قدامه مصدومه والدموع جرجين في عينيها. انا غادير ماشي غيتا، على هادشي كنقول انا كيفاش هاد القبله مختلفه ماشي بحال اللي دازو. سوري ما قصدتش، ماشي حاجه، ماشي هذيك، راسي مرون بليز، بغيت نرتاح. عافاك الا جات على خاطرك من غير هاد الليله. اوكي ما قصدتش غير اللسان وصافي. شنو اللي فيها؟ ما فيهاش، علاش كتعامل معايا هكا؟ انا حامله بولدك. بليز انا في ظروف ماشي هي هادي، كلشي قدامي مخربق، باغي نبقى بوحدي. الله يخليك خلي لي دابا، ولا عرفتي سيري دوشي وعاودي هاشي. كيفاش هي دابا انا مسخه؟ غادير ما قلتش مسخه، قلت دوشي وجاي ولا خليها نهار اخر. واخا غادي ندوش ونرجع على قبلك، انا نعطي روحي. شفت فيه ورجع شدت النظر سلبت عبايته وخرجت. في ديك الاثناء كانت غيتها مقابله الباب، حسب اللي تليها خارجه وما كملش 10 دقائق باش دخلات. يا حلاوه ايوا شفتي الواحد السحرات اش كيديروا؟ خلاتها تمشت على اساس الدوش وتقاد راسها من جديد وترجع. وغي رجعت لبيتها السيلوات كتشوف فيهم الضحك براءة والفرحه في عينيها. ها دابا السيلو الزرق سهلا نبتو، هذا مسمار وطرقناه. وانا نانو خاطي الغادر سيقت الكذبه ورشات من ريحتي حتى طعناتني من اللي داز سخلات الكرواك عطعطب بالعاده وبديك الريحه. دابا الخضر حتى هو طرقنا ليه المسمار واللي هو عاد شم ريحتي. وخرج الشرشبيل كتبكي وبيني كنت تلف وعيط لها غيتا. ها دابا نوبتك نتينا، شطب على الشرشبيل باش ما تاخذش داكشي اللي بغات، وعاد يغضب عليها. بهلوله شلتها من راسها، حطات السيرو الحمر وخرجت كتحيح وتغوتات معايا عاد من وضها غير بوحدها في الكولوار قبل ما ترجع غادير. خرج عندها في الشورت وصدر عريان وجرها من يدها بزاف قبل ما تجمع عليها الناس. تحركي تصرتي اجي نوري امك الساره كي دايره. كاسا كتغوتي كلاوك جنابك، طلق مني الهيماجي. اي تحركي وسكتي واش غنبقى تابعك؟ كل مره نسمع صوتك جاي من جهه محيحه في هذا الليل. زولي يدك ولا حتى نجمعهم كاملين، تا واحد ما كيحملني في هذا القصر. سكتي الله ينعل، شحال ما عطيتك شي الخايب باش تشدي الطريق وتقادي، عاد ما زايده فيه. دخلي وسكتي ما سمعش حسك. سد الباب وهي كتطوف فيني وتنهش وكتزيد تغوت. انا حتى شي واحد ما كيحترمني، كيسرقوني وسلي حوايجي ما عندي شي جهد ليهم، ما كاينش لي جاي ليا. شكون اللي سرقك ولا ما احترمكش؟ انت اللي كطيري. ياك انا كنطير بالحق، ما كنسرقش شي حاجه ماشي ديالي، الريحه ديالي طارت فوق الطابله ديال المرايه طمعوا لي فيها. عادي غتقولي غير ريحه ياك؟ بالحق واخا يكون غير السيلو ما عندهمش الحق يدخلوا يهزوه من بيتي بلا شواري، حتى واحد ما علم لي اعتبار. عاد كيسمع وكيشوف فيها مصدوم كيحكني فون في سوق النهج. ما بغيتش نظلم شي واحد بالحق، نعرف شكون كيدخل بيتي ويقلب لي بيه حوايجي. وصافي اجي صافي انا غنعاقب هذا اللي قرب لك حوايجك. شي لا سكتي عنقه كيسكتها وهي مخشيه فيه كتطلع ليه من الصين وترمش وترجع تخبي فيه وتشعبط وتعنق. هو كذلك شد لها وجهها بين يديه ومسح لها دموعها. ودخلي غسلي وجهك انا راجع دابا. واخا
دخلت للدور ديالو هو لبس التيشيرت وخلص ساخت وزح الباب دويتو بغا يطير ومشى. غيتا بقات واقفه كتسمايل في بلاصه وحابسه الضحكه وعينيها كيرمشوا. يلاه السحاره يا السحاره، بغيتي تلعبي بي كي بغيتي وانا نلعب بيك ونوريك يد المغربيه تسحرهم كيف داير. خرج عاهت ساخت وغادي في اتجاه غادي الغادر، داز حتى البيت ديال غيتا سمع البكا لداخل، حل الباب بالزربه لقاها طاحت فوق ناموسي والدم في جبهتها. طار عندها هزه مخلوع كيقلب فيها وهي كتبكي بصوت كيتقطع فيها وكتشوف فيه بعوينتها مدمعين بحال كتشكي عليه وفما كيترقد بغات تموت بالبكا والدم نازل لعينيها وكتمسحو بيدها حتى خلطات حالتها. عنقات وكتبكي عاد تلف عيني خرجوا بالخلعه وكيشوف فيها بانق صافي دادي صافي بابا انا معاك صافي بنتي حبيبتي دادي معاك انا غوت بالجهد كرام داهب كتبكي ليه ما بغاش تسكت وعينيها تخطات بالدم. صوتو وصل حسن عند نضال وهو مسكي حدا مروه تهز من بلاصتو كيجري غير بشورت. دخل عليه لقى شادها كيقلب في البلاصه اللي كتحرق وكيحاول يسكتها. مالك مالها شنو واقع؟ ما عرفتش جيت لقيتها في الارض. شنو واقع؟ عيط ليا دابا على غيتا. واخا ولكن شكون هاد البنت اللي كتبكي؟ كرم عيط على الطبيب دابا ماشي وقتك هذا. خرج كامر كرم كيجري عيط على الطبيب ولحسن الحظ ان الاطباء ديال القصر كيباتوا في جهه اخرى من القصر لانهم اجانب كيرافقوا العائله فيما مشات. غيتا جالسه في بيت عاد كتسنى فين رجع متوتره عنده كيمشي عندها. وعدي شفتو تعطل يكون بس معاها. خرجت كتزرب وهابطه في الدروج تلقى الروينه نايضه في الكولوارات. شي غادي كيجري شي جاي كيجري وهي غادي كتشوف ما فاهمه والو. شني واقع مال هادو؟ ضربت الدور وهي تلقى باب بيتها محلول الخدم كيتجارى وشافت جهه الباب مخلوعه سمعت صوت ذهب كتبكي وقلبها غير يتكتب البكا وتخلعات تخطف لون وجهها. ذهب بنتي مشات كتجري مخلوعه جهتهم ودخلت لقات نضال جالسه فوق ناموس يشدها في يدو. الطبيب كيعالج فيها الفرمليات دايرين بيها نور ميساء واقفين كرم كلهم مخلوعين كيشوف ذهب ويضحكوا معاها باش تسكت. عاد جالسه للكابيه شاد ليها يديها باش ما تحركهمش كيشوف بنته بأسى والطبيب كيغرز ليها فتحه في جبهتها وداير البنج غير المنطقه اللي كيغرز. نضال هز عيني شاف غيتا واقفه مخلوعه كتشوف فيهم عاد قدامها عاطيه بظهرو. هز راسو شاف نضال كيشوف قدامه وتلفت لقى غيتا واقفه مخلوعه ناض برو تقدم جهتها كيشوف فيها وعقد حجبانو. اغفلها بتصرفيقه الحنكه حتى طاحت في الارض. واش عرفتو التصرفيقه كي دايره ولا ما عرفتوهاش؟ ما توقعتهاش ما توقعاتش غيضربها. ميساء تصدمات شدات فمها نور تسابق من المشهد كرم قلب وجهو حشم بلاصتهم. اما نضال شدها باش ما تحركش الطبيب هو كيجمع ليها الفتحه وشدها معاه حتى نور وخا كتبكي وتشاق وجهها احمر. غيتا نهضت وخا ضربها نوضها صوت بنتها بغات تطلع ليها وجرها من درعها بقوه وعينيه فيهم الشر. بنتي مالها خليني نشوف بنتي. بنتك جمعها معاها بترشاخ راه حتى ناض نور كيفكها ما خلاهاش يضربها وهي كتبكي وتخليه وتخبى مور ظهر النور باغا تشوف بنتها اللي مخبيه وسط الفرمليه. نال الشيطان صاحبي ماشي هكا. بنتك هي الكلبه جلسي حداها. بنتك ما تخليهاش بوحدها وتخرجي كون مشات ليها عينيها حيدا نور مقدامي ما زيدش تعصبني حتى انت. غيتا صمت وكتراحت نور حيد حيدا غنضربك غتقتلها والله الا حشومه عليك راه مكتب ماشي ذنبها. جر غيتا من ودنها ذنبك ولا ماشي ذنبك ها طرشها علاش تغفلي عليها؟ الله يهديك ولدي اللي وقعت القمل البنت كون طارت عينها كون بقات كتبكي تسكت ليها القلب. واش كاين شي واحد كيخلي بنت مازال ما كاملاش عام بوحدها؟ غيتا رجع وجهها احمر وما قدرتش تهز العين وحشمات قدامهم وعاد كيحيح ويضرب بالعقل وما يسأل خبيها عندها هي والنور. عاد كل شويه كيبغي يجرها يضربها بجنون ونور كيتصدى ويخرج بيناتهم وكره ما خلاهوش يتصلها حتى هو ما دار الجهد باش يدفعهم ويشدها بزز. جلس قدامها فوق الكرسي كيشوف بغضب ذهب شادينا وصدرو كينهج ويهز عينيه في غيتا كيتحلف عليها براسو عينيه وهي واقفه جامده مخشيه في ميساء. وهنا كينتهي هذا الجزء ونتلاقاو في الجزء الجاي ان شاء الله. البنات كنتسنى منكم واحد المجهود حتى نتوما عافاكم لي كومونتير بزاف كثروا لي الكومونتيرات راه مشيت كنقصد تكثروا لي الكومونتيرات زعما تبقاو تكثروا وصافي لا انا بغيتكم تجاوبوا معايا على القصه لان هذه القصه ليكم واش فهمتوني انا علاش كنضرب هاد التمارة ليكم داكشي علاش كنتمنى انكم حتى نتوما تردوا لي هذا الجميل. يلا خليتكم على خير وجمعه مباركه بسلام عليكم.